ايه الفرق بين التكميم العادي والتكميم الدقيق؟ التكميم الدقيق هو عبارة عن تكميم معدة عادي بيتم استخدام ادوات ذات قطر رفيع جدا فيها. على سبيل المثال دي العدسة اللي بتستخدم في التكميم الدقيق، ودي عدسة صغيرة قطرها 4 مللي. دي العدسة اللي بتستخدم في التكميم العادي، دي عدسة قطرها 10 مللي. ده بيبقى أثره إن التكميم الدقيق ما بيسيبش أي أثر في البطن من الناحية التجميلية، والألم بعد العملية بيكون قليل جدا. وسواء اختيارنا كان التكميم العادي أو التكميم الدقيق، فالعمليات بتتم بدقة متناهية وفقا للمعايير الدولية.